الجسم اللي هنشوفه زي بعض نفسه بشكل، أو نكتب كلمة ونتحكم في السمك بتاعها بطريقة بسيطة وسريعة. مثلا اختار تكست، وأكتب مثلا أي كلمة، وليكن مثلا إيجيبت، وأكبر الكلمة. أول ما أعمل عايز تدي لي مقابض أبدأ أكبر الكلمة زي ما أنا عايز. ممكن أعدل كلمة معينة، يعني أدوس هنا مثلا مرتين فيديني إن أنا عدلت الكلمة، أخلي مثلا الحرف ده مايل شوية شوف دوت، أو أخليها تطلع فوق أو تنزل تحت زي ما أنا عايز. بعد كده أختار الشكل وأقول له باص، ممكن أقول له إنسيرت أو أوتسايد أو دايناميك أوفسيت أو لينكد أوفسيت. أختار دايناميك أوفسيت، بيدي النقطة، النقطة دي من خلالها لو حركت فوق شوية تبدأ السمك يكبر أو يصغر لو أنا قربته جامد بالشكل كده. وممكن أختارها وأقول مثلا أنا مش عايز أقفل ليها، بس عايز الخطوط اللي برضه تبقى ظاهرة بالشكل دوت، بيعمل لي الخطوط الخارجية والداخلية مش هيبقى فيها خالص، تبقى حاجة بالشكل ده. أو أدخل الفيل وأبدأ أديها ألوان متعددة زي ما أنا عايز. واللون التاني برضو أقول له أنا عايز اللون بالشكل دوت. عملت تضارب بين اللونين، ممكن نخليها مثلا هنا كده.